السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في ختام تعاملات هذا الأسبوع لنتابع سويا أبرز المؤشرات العربية والخليجية والعالمية وأيضا أسواق النفط والعملات والمعادن. نبدأ مشاهدينا الكرام من القاهرة، اي جي اكس 30 مرتفع ب0.8% بواقع 104 نقاط دون 13500 نقطة بحوالي 78 نقطة. في الأردن انخفاض ب0.07%، بيروت ارتفاع ب13%، الدار البيضاء 0.06% في المنطقة الخضراء. نتابع في الأسواق الخليجية، السعودية ارتفاع بنصف نقطة مئوية وذلك بواقع 32 نقطة. قطر قبل الإغلاق بحوالي 3 دقائق منخفضة ب0.0% بحوالي أقل من 10 نقاط. الكويت أغلقت اليوم مع نهاية التعاملات ب13% انخفاضا. أبو ظبي إغلاق باللون الأخضر ب0.20%. أما دبي فقد أغلقت في المنطقة الخضراء لكن بهامش ضئيل ب0.06%. البحرين 13% ارتفاعا. سلطنة عمان إغلاق في المنطقة الحمراء. نتابع في الأسواق العالمية مشاهدينا الكرام وأيضا أسعار النفط والعملات والمعادن في هذا العرض، بعد ذلك نكمل بقية الفقرات. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا الأستاذ أحمد عقل المحلل المالي، أهلا بك. السوق القطري إغلاق أمس 1.13% انخفاضا، اليوم 0.20% انخفاضا، ما هي التأثيرات الرئيسية على بورصة قطر هذه الأيام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مثل أي سوق بالمنطقة هناك العديد من المؤثرات خلال هذه الفترة. عم نشوف بشكل عام بمعظم الأسواق العالمية هناك تأثير لما يحدث من ظروف عالمية سواء على مستوى كوريا الشمالية وعلى مستوى أمريكا، بمعظم أسواق المال، حتى بتأثيره على أسعار الذهب بالفترة الأخيرة والارتفاعات الموجودة، بتأثيره على قيمة الدولار وغيرها. لا شك أن هذه الظروف لها تأثير على معظم أسواق المال بما في ذلك بورصة قطر. الفترة الحالية مع انتهاء أجازة العيد ومع عودة الروح إلى أسواق المنطقة، أعتقد أنه بدأت النتائج من نتائج أعمال الربع الثاني ونصف العام تظهر بشكل واضح بضغوطات على بعض الأسهم القيادية أو على بعض الأسهم ذات النتائج التي كانت أقل من المتوقع، وبنفس الوقت الشركات التي حققت ثبات بعوائدها عم نشوفها نوعا ما ما زالت محافظة على مستويات جيدة من الأسعار. الفترة الحالية السيولة ثم السيولة هي كلمة السر. شفنا عم نشوف اليوم مستويات سيولة منخفضة جدا، شفنا امبارح عودة نوعا ما للسيولة. العامل الرئيسي خلال هذه الفترة هي الظروف الجيوسياسية الموجودة بالمنطقة والعالم. ابقى معنا سيد أحمد عقل. مشاهدينا الكرام بعد الفاصل نتعرف على ماهية البيتكوين.
أهلا بحضراتكم مجددا. ما هي العملة الإلكترونية التي تسمى بيتكوين؟ نتابع مزيدا من التفاصيل حولها عبر شاشتنا. فهي إذا عملة افتراضية يتم التعامل بها إلكترونيا عبر الإنترنت، وهي غير مطبوعة ولا يتم سكها من قبل أي سلطة نقدية. تقارن بالعملات الأخرى مثل الدولار واليورو في المعاملات الشرائية عبر الإنترنت، ولكن ليس لها وجود فيزيائي. تختلف عن العملات التقليدية بعدم وجود هيئة تنظيمية مركزية تقف خلفها. العملة طرحت للتداول للمرة الأولى عام 2009 بهدف تغيير الاقتصاد العالمي بنفس الطريقة التي غيرت بها الإنترنت أساليب النشر. عملة البيتكوين طرحها شخص أطلق على نفسه الاسم الرمزي ساتشوي ناكوماتو، ووصفها بأنها نظام نقدي إلكتروني. التعاملات المالية بهذه العملة تعتمد على مبدأ الند بالند، أي التعامل المباشر بين مستخدم وآخر دون وجود وسيط. توصف بأنها مجهولة، لا تملك رقما متسلسلا ولا أي وسيلة أخرى لتتبعها أو الوصول للبائع أو للمشتري، مما يجعل التعامل بالبيتكوين رائجا بين المدافعين عن الخصوصية وبائع البضاعة غير المشروعة. التعاملات بهذه العملة الافتراضية تتم بين شخصين مباشرة دون وجود هيئة وسيطة تنظم هذه التعاملات. البيتكوين تسمح للنقود الانتقال من حساب مستخدم إلى آخر بشكل فوري ودون وجود أي رسوم تحويل ودون مرور عبر أي مصارف. عملة البيتكوين تستحوذ على 40% من حجم معاملات العملات الورقية حول العالم، لذلك يعتبر المحرك الرئيسي للسوق. القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية وصلت إلى 165 مليار دولار أمريكي خلال 2017. عملة بيتكوين كانت تسجل مطلع العام الماضي أقل من 500 دولار لتتجاوز 5000 دولار مطلع الأسبوع الجاري. يستطيع المستخدم تبديل قطع بيتكوين النقدية الموجودة لديه بعملات أخرى حقيقية، ولكن تتم بين المستخدمين أنفسهم وطبعا المستخدمين الراغبين لذلك. العملة تجد دعما من مواقع بيع خدمات الاستضافة والشبكات الاجتماعية ومواقع الفيديو والموسيقى والمنتجات المتنوعة. إذن عملة بيتكوين ما هي باختصار، وكيف يمكن أو أين يمكن أن نراها، وما هي مزاياها وعيوبها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. عملة البيتكوين مثل ما تفضلتوا هي عملة افتراضية، أي هي عملة غير موجودة بشكل فيزيائي، ليست عملة ورقية، ليست عملة نقدية، هي عملة عبارة عن حساب موجود بالإنترنت عن طريق حسابات معينة. هذه الحسابات الافتراضية ليس لها أي جهة خلينا نقول مركزية منظمة. نحن بنعرف أنه أي عملة بالعالم بشكل عام لديها حساب أو بنك مصرف مركزي ينظم تعاملاتها، ينظم كمية المطبوعة منها بناء لغطاء نقدي موجود. عملة البيتكوين ليس لها أي غطاء نقدي، ليس لها أي تنظيمات موجودة أو أي جهة مسؤولة عن طباعتها، وبالتالي في حال عدم وجودها أو اختفاءها أو وجود أي مشكلة فيها، ليس هناك من جهة معينة لمحاسبتها أو أقله لمساءلتها عن هذه العملة أو عما حدث. وبالتالي كيف يمكن التعامل بها؟ يعني كيف تتعامل؟ هي فكرة العملة بشكل عام كيف بدأت بالعالم؟ هي بدأت عن طريق التبادل، ثم انتقلت لتصبح عن شيء ثمين ونادر يمكن تبادله بين الناس على أساس أنه ذو قيمة. يعني قيمة العملة كانت بالماضي بعض الأحيان تكون عبارة عن ذهب، بعض الأحيان الأخرى ممكن عبارة عن أمور بسيطة جدا. قيمة البيتكوين هي تأتي من الطلب والعرض وليس من أي قيمة حقيقية موجودة لها. أدي فيه يعني طلب، وأدي هناك ناس راغبون بشراء هذه العملة بأسعار مرتفعة، أدي قيمة هذه العملة تكون موجودة. بلحظة اختفاء هذا الطلب أصبحت هذه العملة غير ذات قيمة، ليس هناك أي بدل نقدي يمكن الحصول عليه، ليس هناك أي غطاء. مزاياها بشكل عام هي سهولة التعامل بها والسرعة التعامل بها، مرورة من شخص إلى آخر بشكل مباشر. نحن بنعرف أي تحويلة تتم بالعالم من دولة إلى أخرى أو من حساب إلى حساب عالمي بدولة مختلفة، بتم الانتقال عبر المصرف التجاري الموجود للشخص إلى المصرف المركزي للدولة إلى أحد المصارف العالمية، ثم يعود للمصرف المركزي للدولة المحول إليه، ثم إلى حسابه الشخصي. وبالتالي هناك عملية رقابة موجودة لهذه التحويلات، وبنشوفها كتير أصبحت منتشرة بالفترة الأخيرة. بينما
بتحويلات البيتكوين، لأنه هي ليس هناك أي جهة منظمة، هي عبارة عن حساب إنترنت موجود وعلى مستوى مستخدمين، يتم الانتقال من حساب إلى حساب بشكل مباشر. هذا يعتبر أحد العيوب، لأنه عدم الرقابة هو إيجابي للمستخدم الذي يريد تحويل أموال بشكل سريع بدون أي رقابة، هو إيجابي لمن يعمل ب خلينا نقول تبييض الأموال أو بأموال غير مشروعة، أو يريد انتقال الأموال بدون علم أي جهات رسمية. ولكن هو بنفس الوقت هو عيب بالنسبة للحكومات وبالنسبة للدول الكبرى، عدم قدرتها على مراقبة هذه الأموال الموجودة بشكل عام. أحد أهم العيوب أنه ممكن أنت يكون عندك مجموعة كبيرة من الأموال، مبلغ ضخم من أموال البيتكوين، تقوم الصبح ما في أي شيء موجود، من يمكن أن تطالب؟ من هو المسؤول؟ أي مصرف مركزي؟ أي دولة؟ أي شخص؟ لا يوجد أي شخص، وبالتالي المخاطرة عالية للتعامل بهذه. ابقى معنا سيد أحمد عقل مشاهدينا الكرام، بعد الفاصل نتعرف على التعليقات التي وردتنا عبر صفحتي برنامج البورصة على فيسبوك وتويتر. إذن نستعرض بداية من محمد على فيسبوك، ما سبب انتشار البطالة والفقر في الوطن العربي رغم غناها بالثروات؟ سؤال موجه إليك. أكيد، يعني بشكل عام البطالة والفقر تعتمد على خطة اقتصادية أكثر من وجود الثروات. الدول العربية وكثير من دول العالم، هي أفريقيا وغيرها، فيها يعني ثروات موجودة بشكل كبير، ولكن ببعض الدول عدم وجود خطة اقتصادية واضحة، خطة تنمية اقتصادية، قد تكون سبب رئيسي وأساسي بهذا الموضوع. دول معينة لا تملك أي ثروات طبيعية، هي دائما الملجأ للناس حتى تسافر لها للقيام بالأعمال. أول سبورت، هذا الحساب يقول: لا توجد شركة في بورصة عمان الأردن رأس مالها 33 مليون دينار، وتم تخفيض رأس المال من 33 إلى 7.5 مليون بحجة الخسائر، مع أنه ما اشتغلت غير سنة واحدة. أي استثمار هاد؟ يعني نحن بدنا نشوف حالة كل شركة على حدة، ولكن بأسواق المال لا يمكن الحكم على الأمر بصيغة عامة، لابد من التفاصيل. ولكن كثير من الشركات تخفض رأس المال ببعض الأحيان لعدة أهداف، قد تكون ببعض الأحيان إيجابية وقد تكون سلبية. الكأس المقدس، مش مهم الربح السريع، المهم ما فيش خسارة. لا، يعني إذا أنت بتعمل بهدف المحافظة على أموالك، فمن الأفضل إيداعها بأماكن أخرى وليس الاستثمار. يعني يمكن الاستثمار المحافظة عليها. الاستثمار دائما الهدف منه تنمية هذه الأموال. إذا لم يكن هذا الهدف، فهذا الاستثمار من الأساس غير مرغوب فيه. أو الإفلاس السريع حسب الحظ. محمد يقول: أسامة الحيدري في الغرب مثل قد ينطبق على هذا المثل، Easy come easy go. تعبير عن الربح السريع. يعني easy come easy go هو يعني ما يأتي بسهولة يذهب بسهولة، ليس فقط عن الأموال، عن كل شيء موجود بالعالم. صحيح. يعني الربح السريع والخسارة السريعة، يعني أنا بشوف أنه معظم التعليقات هي عن السرعة وعن الوقت، وهيدي أحد أهم مشاكل اللي بنواجهها المستثمرين الموجودين، يريد أن يحقق أكثر الأرباح بأسرع وقت. فكرة الاستثمار بالبورصة تقوم على الاستثمار أساساً على المدى الطويل. فكرة المضاربة هي شيء يعني خلينا نقول دخيل على البورصة، عم بيستغلوا الناس، أصبحوا بشكل سريع الناس تبحث عن استثمار بخلال أسبوع أو اثنين يحقق 20-30% ويقوم بأرباح. هيدا من حيث الواقع غير موجود بالبورصة. نظام البورصة يقوم على شراء أسهم، تكون شريك بشركة لتحقيق أرباح بسبب نمو هذه الشركة وتحقيقها لنمو مستدام على عدة سنوات، وليس المضاربة بسعر بناء لخبر ولا غيره. فأعتقد لما زادت الأرباح زادت المخاطر بصفة عامة. أكيد يعني أكيد أكيد الاستثمار. إذا بدك تفوت بربح سريع أكيد، فإذا الخسارة أيضا ستكون سريعة. ولكن أنا أعتقد أنه هيدا أحد أهم أسباب بعض الخوف اللي عم نشوفه من البورصة، من يبحث عن الربح السريع يكون بمخاطرة أكبر. أشكرك سيد أحمد عقل المحلل المالي، كنت ضيفنا في تغطية البورصة. شكرا جزيلا لك، والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام لحسن المتابعة. يوم الأحد القادم نستكمل مع حضرتكم مؤشرات الأسواق العربية والعالمية، وكذلك أسعار النفط والعملات والمعادن. كونوا معنا، السلام عليكم ورحمة الله.